تتجه الأنظار إلى ملعب أستاد أولمبيك براديس بتونس لاستضافة قمة المباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا الجولة الثالثة بين العملاقين النادي الرياضي الترجي التونسي والنادي النجم الساحلي التونسي في مواجهة قوية وصعبة بين الفريقين اليوم. الكل يريد مشاهدة المباراة، إذا ما عليك فقط إلا الضغط بزر لايك والاشتراك بالقناة وشكرا لكم. مباراة اليوم سوف تلعب في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس والساعة الواحدة بتوقيت غرينتش، وسوف تنقل وتذاع على قناة بين سبورت 3 الناقل الحصري المباراة، وسوف تجدون البث المباشر لهذه المباراة في صندوق الوصف. ونتمنى لكم فرجة ممتعة مرة أخرى، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة، وأيضا شاركونا توقعاتكم لهذه المباراة من سوف يفوز بها الديربي العملاق.